هنا من بزاز يراوغ بزاز يحاول بزاز يحتفظ بالكرة بزاز يدخل بزاز راح يوزع يسدد هاي المشوار تاعي بديتو في نجم الكرارم لعبت اصناف الصغرى تاعي في نجم الكرارم ثم انتقلت الى شباب قسنطينه اللي لعبت فيه 3 سنوات مع الاكابر ومن بعدها تنقلت لشباب القبائل اللي اديت موسم رائع مع شباب القبائل وفزت بكاس افريقيا كاس الكاف. التجربة تاعي في فرنسا كانت تجربة ناجحة، قضيت مدة 9 سنوات في فرنسا، لعبت لعدة فرق من بينها أجاكسيو، فالنسيان، ستراسبورغ وتخوا، الفريق الأخير تاعي في فرنسا، ونقدر نقولوا درت مواسم في القمة، أديت مقابلات لا بأس بها في فرنسا. كما نقول شرف اللاعب المحلي اللي راح لفرنسا، نشفال كان رولان كوربيس. كان كيما نقولوا يفتخر بلي عنده لاعب غوشي في كيما نقولوا في لا تكنيك اللي عنده. كان يقول لهم هذاك الوقت كنا في فرنسا في 2004 كان يقول له إليا جيكس إليا جيكس اون انجلتير إليا ياسين بزاز اون فرنسا. كثير مع الفريق الوطني، درت مقابلات في القمة، تمكننا باش نتأهلوا لكأس افريقيا. مالوروزمون المقابلة الثانية صارت لي إصابة خطيرة اللي ما حرمتني نشارك زملائي الفرحة هذيك تاع الدمي فينال ضد كوت ديفوار، ولكن على كل حال كنت فرحان بزاف بالريزلت اللي داروها في نهاية كأس افريقيا. درهمنا في المقابلات الاولى بلي عندنا فريق وقادرين ان شاء الله نديروا مستويات في القمه هذا الموسم ان شاء الله. ياسين كيما يقول لك معروف دي كاليتي تاعو الناس كامل تعرفها ماشي انا نقولها، سيرتو هو يعاوننا بوكو بليس بالاكسبيريونس تاعو من لي جوار اللي يدير لا ديفيرونس وحدو سيرتي انا عنده لي كاليتي تاعو راه معاوننا بزاف في ليكيب بالاكسبيريونس تاعو بالحضور تاعو سيرتي انا. روجير لومار كيما قلت انت مدرب عالمي غني عن التعريف فاز بعدة ألقاب، احنا شفنا نتعلم من عنده كل يوم حاجة جديدة، يختلف بالك من المدربين الاخرين بصفته درب في كما يقولوا في لو نيفو في درجه عاليه، كي نتعامل معاه في كل يوم نحسوا باللي درب لاعبين كبار بالمعامله البسيطه تاعو بالتوصيات تاعو في الميدان، وكما يقول لك هذا مدرب مفخره لشباب قسنطينه باللي يقدر يجيب مدرب كهذا الى شباب قسنطينه، وكما يقول لك نتعلموا منه.